كل اسم وكل رقم كتبه المجرم الارهابي هنا كان ليه دلاله وكان ليه مغزى مقصود. خلونا نراجعهم مع بعض على السريع كده عشان تتضح الصوره أكثر. اول قصه كانت لاسم مكتوب على الدبشك بتاع الرشاش انتون لوندن بيدرسون، ده شاب سويدي عمره 21 سنه. انتون قام من النوم يوم الخميس 22 اكتوبر سنه 2016، والراجل قام لبس لبس الشخصيه الشهيره وقام واخد السيف بتاعه في ايده وطلع على مدرسه اسمها كرونا. المدرسه دي ما كانتش اي مدرسه فندم، دي كانت مدرسه في قلب تجمعات اللاجئين في السويد، يعني الطلبه والمدرسين والاداره كله لاجئين. واحنا كنا اتفقنا ان كلمه لاجئين يعني ايه يا مؤمن. الله ينور عليك. المهم ان الاخ انتون دخل يتمشى في المدرسه زي ما انتم شايفين كده، واثق الخطوه يمشي درف، واول ما وصل للصفوف يا مؤمن طلع السيف بتاعه وهتك يا ضرب وموت له اربعه منهم، ثلاث طلاب والمدرس بتاعهم، واصاب كتير تانيين. وفضل الارهابي ده شغال طحن بالسيف بتاعه في المدرسه كلها، اي حد يقابله يديله لحد ما الشرطه وصلت وهددوه، ومسكتش برضه لما خد رصاصتين ومات بعديهم في المستشفى. اما الحكايه الثانيه بقى فكانت مع واحد اسمه الكسندر بيسونيت، وده برضو ارهابي تاني بس المره دي من كندا. الكسندر شاب مسيحي كيوت خالص وعنده 27 سنه، اخذ مسدسه وطلع على مسجد في مدينه اسمها كيبك في كندا، والكلام ده كان يوم الاحد 29 يناير سنه 2017. وصل الراجل المسجد بعد صلاه العشاء وكانت الناس قاعده بتختم صلاتها في امان الله، وفجاه وبدون سابق انذار راح فاتح عليهم النار، قتل منهم 6 مصلين وجرح 17 واحد تاني. المهم ان اتحكم على الكسندر بالسجن مدى الحياه لان كندا ما فيهاش عقوبه الاعدام. اللي يقول لك بقى ان الكسندر كان يقصد يقتل المهاجرين مش بس المسلمين زي ما هم عاوزين يقنعونا، فقولوا ان الكسندر نفسه مهاجر اصلا لكندا من اصل فرنسي ومش كندي اساسا، زائد ان كندا فيها مهاجرين اسبان ومكسيكان وليهم تجمعات وملاهي ليليه خاصه بيهم، فليه يعني سابهم مختار المسجد تحديدا؟ ما عليه. المهم احنا لحد هنا ممكن نقول ان الواد الارهابي بتاع نيوزيلندا مجرد مجرم اتاثر باتنين مجرمين ارهابيين تانيين عملوا نفس عملته في تواريخ قريبه، فتضامن معاهم يعني بكتابه اساميهم على الرشاش بتاعه. بس الاسماء والارقام اللي جايه هتبين لك ان الموضوع اعمق من كده بكتير، واننا مش واخدين بالنا خالص وعايمين في مية الووتر ميلون يا معلم. تالت الاسماء اللي موجودة على سلاح الارهابي واحد اسمه اسكندر بيرك، او بالتركي اسكندر بيك وبالعربي اسكندر بيك. لما دخل العثمانيين البانيا في بداية القرن ال 14 كان حاكم البانيا وقتها اسمه جيون كاستريو، وكان عنده اربع اولاد اكبرهم جورج جيون كاستريو، كلهم يا معلم دخلوا الاسلام وغيروا اساميهم، والطفل الجميل جورج كاستريوت اتغير اسمه وبقى اسكندر بيك. وبعدها بحوالي 29 سنة الاب جيون يموت ويرتد اسكندر بيك عن الاسلام ويرجع تاني لاسم جورج، ويبدا يجمع الدعم لمحاربه الخلافه العثمانيه. راح يطلب الدعم من مين يا مؤمن؟ راح للبابا بيوس الثاني في ايطاليا، والبابا راح باعت رسائل لكل ملوك اوروبا يساندوه بالمال والسلاح، وفعلا اصبحت عند اسكندر قوه عسكريه وجيش لا يستهان به في فتره قليله جدا. كان في الوقت ده سنه 1444 القائد المسلم محمد الفاتح على ابواب فتح القسطنطينيه، وهو بيبدا اسكندر بيك بالضرب من خلف جيوش الفاتح، زياده عن 13 معركه بين جيش المسلمين وجيش اسكندر بيك المدعوم من اوروبا. المسلمين خسروا كل المعارك دي تخيل، وكانت الخسائر في الارواح بالالاف. من سنه 1444 طحن يا معلم لحد سنه 1468 لما مات اسكندر بيك، وبعد موته بس انتصر المسلمين ورجعوا سيطروا تاني على كامل الاراضي الالبانيه. انت واخد بالك الواد الارهابي ده مذاكر ايه ولحد فين؟ طب خد اللي جاي، انطونيو بريجادا، وده الاسم الرابع اللي اترصد على الرشاش واللي طلع ليه يا مؤمن بعد تاريخي برضه بيصب في نفس الاتجاه. بعد سيطره العثمانيين على القسطنطينيه فكان يلزمهم ساعتها ان هم يامنوا حدودهم، وبالذات الحدود الخلفيه بعد اللي شافوه من اسكندر بيك، فاتجهت الجيوش لتحت ناحيه الحدود البحريه، وكان في هناك جزيره قبرص اللي سيطروا عليها بسرعه، الا مدينه صغيره كده على الساحل عشان كان حواليها حصون وقلاع، المدينه دي اسمها فاماجوستا، حصروها العثمانيين، والكلام ده كان سنه 1570. مين بقى حاكم فاماجوستا دي يا مؤمن؟ هو الحاكم المسيحي ماركو انطونيو بريجادا اللي لقينا اسمه على سلاح الوادي الارهابيه. فضل حصار المدينه دي لمده 11 شهر لحد ما وقعت في ايد العثمانيين في اغسطس سنه 1571. طب عمل ايه ماركو انطونيو ده عم عبد الله؟ اقول لك يا واد عم، اثناء حصار المدينه في ال11 شهر دول كان في قوات عثمانيه كتير حاولت تخش، وكانت بتفشل وتتراجع وترجع تاني وتفشل وتتراجع، الا ان في مره وهم راجعين اتعمل كمين واتاثر من الجيش العثماني اكتر من 350 جندي. فضلت المفاوضات شغاله بين الجانبين على الاسرى لحد ما دخل العثمانيين واقتحموا فاماجوستا، واكتشفوا ساعتها ان الاسرى دول تم اعدامهم من يوم ما اتمسكوا، وكان عمك ماركو بيماطل بس عشان يكسب وقت. راح مصطفى باشا قائد العثمانيين امر بقطع ودانه ومناخيره وسلخ جلده ثم اعدامه. انت متخيل؟ عمل كده، كان بينتقم يعني لرجالته اللي مات. خدت بالك انت بقى حادثه نيوزيلندا كانت بتنتقم لمين وبعد كام قرن؟ طب بلاش دي، في رقم كان مكتوب على الرشاش، الرقم ده مجرد تاريخ وهو سنه 1683 ميلاديه. يعني ايه الرقم ده مولانا؟ الرقم ده هو التاريخ اللي حصلت فيه المعركه الحاسمه بين جيش العثمانيين المسلم وجيوش بولندا والمانيا والنمسا المسيحيين على اسوار مدينه فيينا، حتى ان الحرب دي مذكوره نفسها في كتب التاريخ بحرب فيينا، وانتصرت فيها الجيوش المسيحيه وتراجع العثمانيين بعد ما خسر
خسروا اكتر من 15,000 جندي. اما اهميه الحرب دي والتاريخ ده تحديدا لانها كانت اخر محاولات التوسع العثماني في اوروبا لحد ما انتهت الخلافه العثمانيه سنه 1922. طبعا انت بتقول ازاي الوادي الارهابي ده شايل من ايام العثمانيين وسنه 1400 ميلاديه وكده. انت قلبك اسود قوي يا جدع. لا استنى، ده طلع شايل من ايام الدوله الامويه سنه 721 ميلاديه يا معلم. الرقم ده كان موجود على نفس السلاح. انت عارف 721 ميلاديه يعني ايه؟ يعني اللي هو يساوي سنه 102 هجريه، يعني في عهد الخليفه عمر بن عبد العزيز. انت متخيل عمر بن عبد العزيز قبل التاريخ ده بسنتين كان ولا امير على الاندلس اسمه بن مالك الخولاني، والكلام ده كان سنه 719 ميلاديه. فقامت في عهد الراجل ده الثورات والامور اتأزمت هناك لحد ما اضطر بن مالك بعدها بسنتين بس للدخول في معركه، والمعركه دي مؤمن كانت مع جيش تاني مسيحي في حته اسمها اقطانيا، واتسمت المعركه باسم تولوز او تولوز. المعركه دي خد بالك في نفس التاريخ اللي كتبه الارهابي على سلاحه 721 ميلاديه، وتهزم هناك جيش المسلمين واتقتل بن مالك الخولاني وسيطرت الجيوش المسيحيه على اقطانيا. الواد عارف الواقع وكاتبها على سلاحه ووصل لعمر بن عبد العزيز رجاله. ومن ضمن الاسماء اللي كانت موجوده على الرشاش اسم تشارلز مارتل اللي معروف عند المؤرخين العرب باسم شارل مارتل. مين شارل مارتل ده يا عمنا؟ اقول لك يا كبير، بعد موت بن مالك الخولاني على طول جه والي على الاندلس اسمه عبد الرحمن الغفق. الغفق استلم ولايه الاندلس وكان لسه التمرد في الولايات والمدن مشتعل، وامتنع بعضهم كمان عن دفع الجزيه. وبالمناسبه الجزيه دي كان بتدفع من المسيحيين للمسلمين مقابل الدفاع والخدمات، واللي كان الرعايا من المسلمين بيدفعوا قصادها من الناحيه الثانيه الزكاه برضه، عشان يعني الموضوع ده تشوه تاريخيا لابعد الحدود. المهم ان عبد الرحمن الغفقي قدر في خلال 10 سنين يرجع كل حاجه تاني تحت السيطره. ومش بس كده، الراجل كمان قعد يتوسع ويدخل في العمق الاوروبي المسيحي لحد معركه بلاط الشهداء الشهيره اللي كانت في اكتوبر سنه 732 ميلاديه، اللي استشهد فيها الغفقي وانهزم جيشه هناك على ايد مين يا مؤمن؟ على ايد القائد المسيحي شارل مارتل، واللي اسمه منور اهو قدامكم على الرشاش. بس العمليه دي ما كانتش انتقام للحاج شارل، لا ده هو المره دي شارل قدوه ومثل، اللي هو انا وقفت تقدم المسلمين زي عم شارل ابو نهى ما عمل كده. طبعا الحلقه قلبت دماغكم اسماء وتواريخ واكيد حسيتوا بالملل، بس هو ما ملش. ده هو كتب بعدها 1189 يعني الحمله الصليبيه بقياده ريتشارد قلب الاسد اللي قتل فيها 2000 مسلم بعد ما اداهم الامان، وكتب 1571 يعني معركه لبنه البحريه اللي انتصر فيها التحالف المسيحي على اسطول الخلافه العثماني الاسلامي، وكتب برضه 1688 يعني حصار بلجراد اللي حصرت فيه الدوله المسيحيه الرومانيه دوله الخلافه العثمانيه الاسلاميه. طبعا كميه معلومات هايله عند شاب عنده 28 سنه، مش كده؟ السؤال هنا بقى كم اسم وكم تاريخ من اللي حضرتك سمعتهم دول حضرتك كنت عارفهم قبل ما تسمع الحلقه؟ واما لو الاجابه لا يبقى تاخد السؤال المتكرر على طول، اذكر اسماء 10 لعيبه كوره و10 ممثلين و10 مطربين. انا كنت بسترخم السؤال ده زيك كده بالظبط، وطلع الناس يابا هناك عارفه كل حاجه واحنا اللي مش عارفين اي حاجه. التاريخ مش بس لمجرد الحكايات والتسالي، التاريخ يعني اصلك وفصلك وجدودك، يعني مين القدوه ومين المثل، يعني مين الجلاد ومين الضحيه. مش هقول لك علم عيالك وعرفهم تاريخهم عشان تعبيهم حقد وغل زي الارهابي ده، لا علمهم وعرفهم عشان الامور تبقى واضحه قدامهم، وعشان اللي ما يعرفش تاريخه عمره ما هيفهم الحاضر بتاعه ولا يتعامل بحكمه مع مستقبله. علمهم عشان اللي يقول لهم دين الاسلام دين الارهاب ما يحطوليش صوابعهم في عينيه ويطلعوا ساعتها ارهابيين بجد، لا دول يحطوا الحقائق قدامه عشان يخرسوه ويدافعوا عن هويتهم من مركز قوه. الارهاب زي ما طلع من مسلم فطلع من مسيحي وطلع من يهودي وطلع من كل الملل. الارهاب تصرف وسلوك وارد قوي ان هو يطلع من اي حد وما هوش حكر على المسلمين بس، خليهم يفهموا ان ديننا اللي قال لاجدادنا وقال لنا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، هو اللي قال لنا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليه، تبروهم وتقسطوا اليه، عرفوهم وعلمهم ان ديننا وجهنا ان لكل مقام مقام، واننا زي ما امرنا بالعزه والشده في موطن واحد بس اللي هو موطن القتال، فاحنا امرنا بالرفق واللين في مئات المواطن الثانيه في شتى مجالات الحياه. احنا مسؤولين امام الله عن ولادنا اللي ممكن يحسوا بالعار في يوم من الايام من دين متهم باتهامات باطله، والمشكله كلها ممكن تتحل بمدرس او بمربي نجيبه لهم يديهم حصص اسبوعيه زي ما بنجيب مدرسين العلوم والانجليزي. انت مش فاضي تربي يا فندم، اوكي، بس هات اللي يربيه لك، لكن تسيبهم لي كده وتكبر دماغك. فحب افكرك ان كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اللهم قد بلغت، اللهم فشل.